أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ننقل لكم وقائع المؤتمر الصحفي حول بيان وزارة الداخلية بخصوص إحباط عملية تهريب مطلوبين في قضايا إرهابية وهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل في جو، وكذلك القبض على متورط بارتكاب عمل إرهابية أخرى إلى هناك. بيان وزارة الداخلية حول إحباط تهريب مطلوبين في قضايا إرهابية وهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل في جو والقبض على المتورطين بارتكاب أعمال إرهابية أخرى في إطار الجهود المبذولة لحفظ الأمن والنظام العام ومكافحة الإرهاب، وانطلاقا من الحرص على إطلاع الرأي العام على مستجدات الوضع الأمني، تم تنفيذ عدد من العمليات الأمنية صباح هذا اليوم، كما لا يزال بعض منها مستمرا حتى ساعة إعداد هذا البيان. بداية، تم تشكيل فريق أمني مشترك من مختلف الجهات الأمنية، شارك فيها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وقوة الأمن الخاصة، بالإضافة إلى جهاز الأمن الوطني، وذلك على أثر وقوع عدد من الأحداث الإرهابية والتي من بينها تعرض مركز الإصلاح والتأهيل في جو صباح الأول من يناير 2017 لهجوم مسلح باستخدام بنادق أوتوماتيكية ومسدسات، أسفر عن استشهاد الشرطي عبد السلام سيف أحمد وإصابة آخر، بالإضافة إلى هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية، واستشهاد الملازم أول هشام حسن محمد الحمادي بطلق ناري في منطقة البلاد القديم بتاريخ 29 يناير 2017، وكذلك إطلاق النار على موقع لدورية أمنية بالقرب من قرية بني جمرة، والذي أسفر عن إصابة أحد رجال الأمن بتاريخ 14 يناير 2017 ميلادية. وقد قام الفريق المشترك بالعمل على جمع المعلومات وتحليلها ومباشرة أعمال البحث والتحري والاستدلال وتأكيد المعلومات المتوفرة وتتبع الخيوط التي يمكن أن تساعد في التوصل للهاربين، وكذلك العناصر التي قامت بمساعدتهم والوقوف على تفاصيل العملية من حيث المتورطين وعمليات التمويل والتخطيط، وذلك في إطار عمل مستمر وجهود مشتركة، وعليه تمت العمليات الأمنية على مستويين في البحر والبر. العملية الأولى تمثلت العملية في إحباط تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل في جو باستخدام قارب كان متجها إلى إيران. وتمت العملية على أثر معلومات أمنية من خلال الرصد والمتابعة الحثيثة وجمع وتحليل المعلومات. وقد تمكنت القوة المشتركة عند الساعة 5:28 من صباح اليوم 9 فبراير 2017 من رصد القارب في المنطقة الواقعة جنوب ميناء خليفة، ورغم إنذاره ومحاولة استيقافه امتنع عن الوقوف وقام بتغيير خط سيره للشمال، الأمر الذي استدعى مطاردته وتوجيه الدوريات الاعتراضية لتطويقه والسيطرة عليه. وفي تلك الأثناء بادر الهدف القارب، وتحديداً في المنطقة الواقعة شمال شرق قطعة جرادة، بإطلاق النار بكثافة على الدوريات، حيث تم الرد المباشر على مصدر النيران وفق الضوابط القانونية المقررة في مثل هذه الحالات، وتمت السيطرة على القارب. العملية أمامكم. تم رصد القارب على أثر خروجه من فرضة منطقة سترة الصناعية ومطاردته من قبل دوريات خفر السواحل وطيران الشرطة ومحاولة اعتراضه واستيقافه، إلا أنه لم يصاع للتعليمات والأوامر واستمر في تحركه، ثم عند محاولة التقرب منه وقطع الطريق بادر القوة بإطلاق نار
باتجاه دوريات خفر السواحل بكثافة. شاهد إطلاق النار من قبل الطراد. أثر الطلقات في دورية خفر السواحل. هذا وقد أسفرت العملية عن مقتل كل من المدعو رضا عبد الله عيسى الغسرة 29 عام محكوم بالمؤبد بالإضافة إلى 79 سنة. 2 المدعو محمود يوسف حبيب حسن يحيى 22 عام. 3 المدعو مصطفى يوسف يوسف عبد علي 35 عام. كما تم القبض على كل من المدعو محمد جاسم العابد 28 عام مصاب ومشتبه بتورطه في الاعتداء على مركز الإصلاح والتأهيل وتهريب المحكومين. 2 المدعو محمد جاسم العابد 28 عام مصاب ومشتبه بتورطه في الاعتداء على مركز الإصلاح والتأهيل وتهريب محكومين. 3 المدعو حسن علي محمد فردان شكر 22 عام مشتبه بتورطه في الاعتداء على مركز الإصلاح والتأهيل وتهريب محكومين. 4 المدعو هاني يونس يوسف علي 21 عام مشتبه بتورطه بعملية تهريب المحكومين ونقل الأسلحة ومتفجرات. 5 المدعو أحمد علي أحمد يوسف 20 عام مشتبه بتورطه بعملية تهريب المحكومين ونقل الأسلحة ومتفجرات. 6 المدعو علي حسن علي صالح 38 عام مشتبه بتورطه بعملية تهريب محكومين ونقل الأسلحة ومتفجرات. 7 المدعو أحمد عيسى الملالي 23 عام مشتبه بتورطه بعملية تهريب محكومين ونقل الأسلحة ومتفجرات. هذا وقد ضبطت بحوزة المذكورين أدلة مادية تثبت بأنهم كانوا على تواصل مع عناصر إرهابية في إيران قبيل القبض عليهم مباشرة، كما أفادوا لدى تسجيل أقوالهم بوجود عناصر إرهابية كانت تنتظرهم خارج المياه الإقليمية لتوصيلهم إلى إيران، كما عثر بحوزة المقبوض عليهم على سلاح رشاش كلاشينكوف والذي تم من خلاله إطلاق النار على الدوريات، وجهاز تحديد المواقع GPS، وهاتف اتصال عبر الأقمار الصناعية ثريا، بجانب بطاقاتهم الشخصية ومبالغ نقدية وملابس ومتعلقات شخصية. العملية الثانية، وفي عملية موازية تم القبض على 2 هما: 1 المدعو علي محمد علي العرب 23 عام، وهو المشتبه الرئيسي بارتكاب العمل الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد الملازم أول
هشام حسن محمد الحمادي بطلق ناري في منطقة البلاد القديم، وكذلك إطلاق النار على موقع لدورية أمنية بالقرب من قرية بني جمرة أدى إلى أحداث إصابات بليغة في أحد رجال الأمن، بالإضافة إلى المشاركة في تهريب محكومين. 2 المدعو أحمد محمد صالح الشيخ 26 عام محكوم 73 سنة وهارب من مركز الإصلاح والتأهيل، وقد عثر بحوزة المقبوض عليهما على 3 مسدسات وسلاحي رشاش كلاشينكوف. وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تمهيداً لإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة. هذا وما زالت أعمال البحث والتحري وعمليات الرصد والتتبع جارية للقبض على بقية المطلوبين من المحكوم عليهم والهاربين، وهم 1 المدعو عمار عبد الله عيسى عبد الحسين 28 عام محكوم بالمؤبد بالإضافة إلى 2 سنين. 2 المدعو محمد إبراهيم ملا رضي الطوق 26 عام محكوم 28 سنة. 3 المدعو حسن عبد الله عيسى عبد الحسين 24 عام محكوم مؤبد. 4 المدعو عيسى موسى عبد الله حسن 24 عام محكوم بالمؤبد. 5 المدعو حسين عطية محمد صالح 37 عام محكوم بالمؤبد. 6 المدعو صادق جعفر سلمان حسين 27 عام محكوم بالمؤبد بالإضافة إلى 41 سنة. 7 المدعو عبد الحسين جمعة حسن أحمد العنيسي 31 عام محكوم بالمؤبد. 8 المدعو حسين جاسم عيسى جاسم البناء 27 عام محكوم 43 سنة. حفظ الله البحرين من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باخذ بعض الأسئلة إذا ممكن، لكن بس قبل لا أبتدي بالأسئلة حبيت أنوه على أن ما زالت هناك عدد من عمليات مستمرة، ما زال هناك عمليات تتبع ورصد ومتابعة لعدد من الأهداف، كذلك بحث عمليات البحث والتحري مستمرة وجارية. أيضا احنا ما زلنا في بدايات يعني عمليات البحث والتحري بخصوص من تم القبض عليهم وسؤالهم وتمهيدا لحالتهم النيابة العامة، فيعني عذروني إذا كان ما راح أقدم كثير من التفاصيل في بعض الأمور. تفضلي. الجهود، ونشكر وزارة الداخلية على ما تقوم به لحفظ الأمن والأمان في مملكة البحرين. بداية طبعا سعادة اللواء، من خلال يعني هذه العملية التي قمتم بها أشرتم في البداية إلى أن هناك قوات مشتركة لتنفيذ هذه العملية للقبض على المطلوبين والمتورطين. نريد نتعرف على هذه القوات وكيف يمكن التعاون مع القوات الأخرى ومن خلال هروب هؤلاء، محاولة الهروب خارج مملكة البحرين. شكرا. يمكن أن ذكرت في بداية الكلام أن تم تشكيل فريق أمني مشترك من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في وزارة الداخلية وقوة الأمن الخاصة، بالإضافة إلى فريق من جهاز الأمن الوطني. هذا هو يعني تأليف الفرق المشتركة. شاركت في العملية طيران الشرطة، شارك فيها العمليات الخاصة التابعة للقوات الخاصة، شارك فيها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، شارك فيها جهاز الأمن، فهي كانت مؤلفة، بالإضافة إلى طبعاً يعني الإسناد الدائم من قوة دفاع البحرين فيما يخص تأمين المياه الإقليمية لمملكة البحرين. شكراً. تفضل. يعطيك العافية. تمام، أبو صافي من صحيفة الأيام ونيو تي آر. سيدي، أول شيء بنبارك لكم هذا الإنجاز العظيم. زمن قياسي، نتحدث عن 40 يوم منذ تم هروب مجموعة من الإرهابيين من سجن من مركز إصلاح وتأهيل جو. سؤالي يتعلق هذه المدة، يعني هل هناك معلومات أولية؟ أين كانوا يختبئون؟ عدا عن ذلك، من هم العناصر الذين كانوا على تواصل معهم؟ هل ثبت اتصال بينهم وبين جهاز معين في نظام إيران، أم عناصر إرهابية سبقتهم بالهروب إلى إيران؟ ولماذا اختاروا أمس تحديداً؟ يعني هل ساعدهم الجو البحر مثلاً؟ شكراً على السؤال. مثل ما يعني أسلفت أنه في كثير من التفاصيل ما راح أقدر أدخل فيها الآن، كثير منها أيضاً يمكن الآن مش متوفرة، لكن راح تبين في التحقيق لما النيابة أيضاً تستلم
وتبدأ في إجراءاتها في التحقيق. اللي أقدر أني أتكلم فيه وأقول لك أنه يعني العملية هذه عملية أمنية معقدة، تخطيط لعملية الهروب من السجن والاعتداء عليه هي عملية أخذت وقت من 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 منهم، ويعني تم التنفيذ من خلال العناصر الإرهابية اللي كانت من خارج السجن وساندتهم، واستغلوا عدد من الثغرات اللي احنا يمكن تكلمنا عنها سابقا. ف يعني هي عملية معقدة تم من خلالها تتبع الأهداف هذه كلها، بالإضافة إلى يعني ليس فقط اللي هربوا من السجن وتمكنوا من الهروب، ولكن أيضا اللي يعني قاموا بعملية الهجوم على السجن، بالإضافة إلى من ساعدهم في التخطيط والتمويل والتحريض. عملية متشعبة وكان لابد فيها من الصبر وتتبع جميع الخيوط بحيث نحن نكشف أكبر يعني قدر ممكن من هذه الشبكة. مثل ما قلت ما زال هناك عندنا بعض الأهداف ما زالت تحت التتبع والرصد، العملية ما زالت مستمرة إن شاء الله، وإن شاء الله راح يكون فيها إن شاء الله نجاحات أخرى وتطور. أما كونهم على اتصال بجهات في إيران، إحنا مثل ما قلنا في بدايتنا في بداية الكلام بأن بعد القبض على القارب طبعا وتحريز مكان على متن القارب من أدلة، تبين بأن هناك كان في عندهم ارتباط وعندهم تنسيق مع عناصر وجهات في إيران كانت يعني مرتبة معاهم لاستقبالهم وتوصيلهم لإيران. ما راح أدخل الآن في جهات أو عناصر، هذه راح يحددها التحقيق بإذن الله وتكون أوضح من عند النيابة. شكرا شكرا، تفضل سيدي. إن شاء الله خلاص برجع لك إن شاء الله. سيد عبد القادر، أخبار الخليج. مرحب. كان الرهان طوال 40 يوما، هل خرج الهاربون من جو خارج البحرين أم لا؟ فهل يمكن أن نعرف أين اختفوا طوال هذه الفترة، وهل كان اختفائهم للتخطيط لعملية في الداخل وعندما فشلوا قرار الهروب، أم هم من البداية قرار الهروب؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني، واضح أن في أكثر من قضيتين أو فريقين مختلفين تم قبضهم ضبطهم اليوم، فهل يعني ذلك أن قتل الملازم الحمادي وقضية الهروب من جو نفس المخطط واحد ونفس الممول واحد؟ خلنا نقول ما احنا متأكدين منه ونعرفه من حقائق، وهي انه من تم القبض عليهم اليوم او قتلوا او اصيبوا من الهاربين ما خرجوا من البحرين، ودليلنا اليوم الحمد لله تمكنا من القبض عليهم. بالنسبة للبقية ما زلنا نتبعهم، نتبع اثرهم ونحاول نرصدهم. فيما يخص العمليات الاخرى اللي ارتكبت، هل لها علاقة ام لا؟ على الاقل العامل المشترك هو اشتراك عدد من العناصر اللي تم القبض عليها اليوم في تنفيذ عدد من العمليات. وتكلمنا مثلا عندنا المدعو علي العرب اشترك في الهجوم على السجن، واشترك في قتل الملازم أول هشام الحمادي رحمة الله عليه، وعلى الاعتداء أو في الاعتداء على الدورية اللي كانت عند منطقة عند قرية بني جمرة وإصابة شرطي. فهو العامل المشترك على الأقل في هذه الثلاث عمليات. كثير من المعلومات راح تطلع إن شاء الله في التحقيق، ولا نريد أن نستبق التحقيق. أنا أتكلم عن العشرة، في اثنين منهم مثل ما عرفنا اليوم وشفناهم، في اثنين منهم تم القبض عليهم، اللي قتل واللي قبض عليه. بالنسبة للباقيين ما زلنا احنا نتبعهم ونحاول رصدهم، وعمليات البحث مثل ما قلت لك مستمرة لتتبعهم. شكرا مشان إن شاء الله استاذ. أولا نحن كمواطنين ومتابعين نفرح بهذا الإنجاز الأمني، ونشكركم في وزارة الداخلية على هذا الإنجاز الأمني. معكم مشعل بريكان من جريدة الرياض السعودية، الله يرضى عليك. بخصوص يعني أعقب عملية اقتحام السجن جو إيقاف بعض المسؤولين، فهل ثبت من التحقيقات بأن هناك علاقة بين اقتحام السجن وهؤلاء الموقوفين؟ يعني احنا يمكن هذه قضية فيها تحقيق داخلي، وهناك الآن عندنا النيابة، نيابة الشرطة، النيابة العسكرية والمحاكم معنية بالتحقيق في هذه القضايا، وأنا ما أود أن أعلق عليها لأن قضايا عندهم موجودة. مثل ما احنا أسلفنا من قبل، تبين عندنا هناك شبهة إهمال جسيم، وهناك شبهة تورط بعض العناصر الحراسة قد تكون، فهذه الأمور خليها للتعليق للجهة المعنية بالتحقيق. لكن ما في شك بأن القصور
في أداء الحراسة أدى إلى نجاح خلنا نقول عملية الهروب، أو ساهم في إنجاح عملية الهروب. والمقصر أو من يتورط يأخذ جزاء إن شاء الله حسب القانون. شكرا. تفضل أستاذ. جمال الياقوت، عضو هيئة الصحفيين السعوديين ومن صحيفة الجزيرة السعودية. بالنسبة أولا نهنئ وزارتكم الموقرة على هذا الإنجاز، وعلى رأسها الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة. الحقيقة بالنسبة حق الهروب من السجن أعطى صدى إعلامي كبير بالمجتمع الدولي في هذه القضية. إلى أي مدى التفاؤل لإطمئنان المجتمع بعدم تكرار هذه الظاهرة والتصدي لها؟ هل هناك احترازات أمنية اتخذت بعد هذا الموقف والضبط على المتهمين في قضايا؟ شكرا طبعا. شكرا أستاذ جمال. طبعا من الطبيعي أن يكون هناك احترازات، من الطبيعي أن يكون هناك مراجعة للإجراءات بعد أي عملية تتم. فتشكل سيدي معالي وزير الداخلية يعني فور وقوع الحادث شكل لجنة تحقيق، بل لجان تحقيق بحثت في كل أوجه القصور والأسباب التي أدت لنجاح هذه العملية. هناك علاجات على المدى القصير أو الفوري تم اتخاذها، بالإضافة إلى علاجات على المدى الطويل، ومنها تطوير المنشأة وتطوير كثير من الأمور اللي أيضا تحتاج لتطوير. ما في دولة اليوم محصنة ضد الهروب من السجن. يعني لا تنسى أن السجين مهمة الوحيدة طول اليوم أن أفكر كيف يهرب من السجن، كيف يستغل الثغرات. لما يكون أنت عندك سجن تراعي فيه معايير حقوق الإنسان، سجن فيه يعني خليط، إحنا سجن البحرين ليس من مثل بعض الدول اللي فيها سجن يعني مشدد الحراسة ما أعرف إيش، فهذه أيضا تؤدي إلى يعني بعض المشاكل. لكن اليوم لله الحمد في احتياطات كثيرة وضعت في السجن لتعزيز قدرة هذا السجن من ناحية الإنشائية، من ناحية الهندسية، بالإضافة إلى الإجراءات والنظم الأمنية والمنظومات اللي تم يعني إدخالها على السجن. وإن شاء الله أن يعني كل هذه تضيف إلى لنا قوة، وهي دروس نستفيد منها مثل ما كثير من الدول عانت. يعني بعض الدول يمكن شفتوا هرب 150 سجين مو بعشرة، بل بعض السجون يمكن اللي قرأ مؤخرا حتى كان يعني فيها مهاب الطائرات ما أعرف إيش تستخدم من قبل المساجين، درونز الطائرات الصغيرة هذه المراوح في تهريب بعض الأمور الممنوعة إلى السجن. فيعني مشاكل السجون كثيرة في العالم. شكرا. تفضل الله يسلمك. إن شاء الله سامح. نبارك طبعا للبحرين هذا الإنجاز، ونبارك للشرطة وأجهزة الأمن في البحرين هذا الإنجاز اللي لم يستغرق وقت طويل، ونقدر تحفظكم على سرية بعض المعلومات. ولكن سؤالي هنا هو، سعادتك ذكرت أن هناك قوارب كانت منتظرة هؤلاء الهاربين، فهل رصدت هذه القوارب؟ وهل كانت يعني قوارب من القوارب الكبيرة اللي فيها عتاد عسكري كبير وحاجات من دي، ولا لم ترصد هذه القوارب؟ يعني شكرا على السؤال. هي لم ترصد قوارب في حدود مياه البحرين الإقليمية على الأقل لتتعامل معها القوة، لكن مما يعني ثبت لدينا بأن كان هناك تنسيق مع جهات في إيران يعني لقاء هذا المجموعة، وقد يكون استقبالهم ورافقته إلى السواحل الإيرانية. لكن إحنا في مياهنا الإقليمية لم نرصد أي قوارب داخل مياهنا الإقليمية. شكرا. تفضل سلم. سامح أنا يعني مضطر أخذ السؤالين. أوكي.
أول شيء مبارك لكم هاي العملية الكبيرة. ثانيا سعادة اللواء، يعني ما هي الإجراءات قصيرة المدى اللي تم اتخاذها يعني سد ثغرات سجن جو؟ شيء ثاني ملاحظ في العمليات الأمنية الأخيرة اللي للأسف حثت في البحرين استخدام السلاح فيها، قبل كنا نشوف قنابل يعني محلية الصنع، الآن انتقل إلى السلاح سواء آلي أو كلاشنكوف أو غيره، هل يعني سنشهد مزيد من العمليات؟ هل هناك فعلا أسلحة كميات كبيرة موجودة هنا، ولا نقدر نقول أن الوضع لا زال مطمئن؟ شكرا. والله فيما يخص العمليات الإرهابية، سواء استخدمت سلاح أو استخدمت مفجرات، الهدف هو قتل وحدات يعني قتل وإصابات بليغة في رجال الأمن، وهذا شفناه الأمر. أيضا لا تنسى أن احنا ضبطنا في السابق شحنات كان يراد تهريبها إلى داخل البلد، زوارق كانت تحمل متفجرات شديدة الانفجار مثل السيفور والقنابل اليدوية والأسلحة الرشاشات والPKC وغيرها من الذخائر أيضا اللي كانت لهذه الأسلحة. فمع الأسف ما زال هناك الدعم الخارجي لمثل هذه الأعمال الإرهابية، وما زال هناك تدخلات في إحداث الضرر في الأمن الداخلي لمملكة البحرين من العديد من الجهات، وبالذات من إيران حقيقة، أو من جهات في إيران ما زالت تتدخل وتدعم مثل هذه العناصر من خلال التدريب والتجنيد والدعم المادي والمعنوي. يمكن كلكم تشوفون السوشيال ميديا، تشوفون وسائل التواصل الاجتماعي، كثير من الرسائل اللي تشوفونها والتحريض اللي قاعد يصير ترى من خارج البحرين، والهدف استغلال شباب البحرين في يعني في مع الأسف استغلالهم ودفعهم في هذا الاتجاه اللي لا يخدم صالح البلد ولا يخدم يعني الصالح العام في البحرين، وإنما يخدم أهداف وأغراض لجهات أخرى هي اللي ترعى هذه يعني الفئات الإرهابية. ف يعني بالنسبة لسؤالك، احنا يعني مع الأسف شفنا فعلا في يعني مؤخرا استخدام السلاح واستخدام المتفجرات، واللي أدت إلى استشهاد العديد من رجال الأمن، 18 رجل أمن تقريبا استشهدوا خلال الست سنوات اللي طافت، بالإضافة إلى أكثر من 3200 جريح لرجال الأمن. كثير من هالإصابات إصابات بليغة جدا، أدت إلى يعني إلى حتى تعطيل بعض الوظائف بالنسبة لبعض الأفراد، الوظائف الحيوية أقصد. عملية مكافحة الإرهاب عملية مستمرة على قدم وساق عندنا في أجهزة الأمن في مملكة البحرين. مثل ما تعرفون ليست فقط البحرين، وإنما العالم اليوم يعاني من ظاهرة اسمها ظاهرة الإرهاب مع الأسف والتطرف، وهذه الأمور اللي احنا دائما يعني نناشد الأولياء الأمور، نناشد الشباب أنهم يبتعدون عن مثل هذه الأمور. شكرا. سجن جو، بالنسبة لسجن جو أنا ما أقدر أقول لك الآن إيش اللي تم إدخاله على المدى القصير، لكن تم توظيف التكنولوجيا، تم توظيف الإنشاءات الهندسية وتطويرها فيما يعني يعزز الأمن، بالإضافة إلى تعزيز القوة البشرية من خلال التدريب ومن خلال تعزيز العدد لتشديد الحراسة. شيف أخذ آخر سؤالين. Chief Sandeep from the Gulf Daily News. Chief, could you clear a bit of confusion here? Last month, the Interior Minister announced that they arrested four suspects in connection with the jailbreak. This included the two twins you've mentioned, Mohammed and Hamid, Hassan Shakar, and the other. There's another person, Mohammed Yahya. They said I'm they. I'm sorry, this is not accurate. We have not. We did not announce the arrest. Right. We announced that we have identified four suspects. Okay, fair. So these are the suspects that we have identified. Right. Okay, fine. That clears it up. They were not arrested. Right, fair. Is there some kind of, in this operation, some kind of intelligence sharing with the U.S. Navy involved, considering you're in the international waters? I am sorry. I mentioned from the beginning that we have formulated a team that consisted from CID within Ministry of Interior, Special Forces, National Security Agency, our police flying wing. So these are the forces that worked on this operation. Right. And this is what I mentioned from the beginning. Last question. Sorry, tafadhal. سعادة اللواء، يعني مبارك ما أثمرت جهودكم المشتركة في إنهاء ملف الهاربين إن صح التعبير، ولكن إلى جانب ما جاء به زميلي حذيفة حول موضوع الانتقال من يعني بعض أحيانا بعض الأسلحة إلى
أو القنابل المولوتوف إلى أسلحة فعلية في الميدان، كما قمتم بوضع الإجراءات الاحترازية في السجون، هل هناك أيضا إجراءات لحماية الضباط إن صح التعبير في الميدان؟ يعني استهداف الشهيد هشام الحمادي يعني يعطي تساؤلات كثيرة. شكرا. أولا احنا ما أغلقنا ملف الهاربين من السجن للتصحيح، ما زال هناك عندنا 8 مطلوبين من ضمن الهاربين من السجن. عفوا صحيح. الموضوع الثاني بالنسبة للشهيد هشام الحمادي رحمة الله عليه، تم اغتياله خارج أوقات الدوام الرسمي ولم يكن أثناء الدوام الرسمي. أما بالنسبة لإجراءات تعزيز أمن القوة سواء كان الضباط والأفراد، فهذه أمر مستمر بشكل يومي، ويمكن الإحصاءات لو عرضت عليه كان الإحصاءات تبين كيف لله الحمد انخفضت عندنا إصابات كثيرة في أفراد القوة. طبعا كل خلنا نقول مرحلة ولها إجراءات. اليوم احنا دخلنا في مرحلة يمكن قد تكون أشد خطورة، ومرحلة مكافحة الإرهاب على مستوى يعني مثل ما تفضلت فيها عمليات رصد ومحاولات يعني لاغتيال الأفراد أو يعني اعتداء عليهم. هناك أيضا إجراءات اتخذت في هذا الخصوص، منها مرة ثانية منها تسليح، منها تجهيز، منها أيضا إرشادات وتعليمات وانتشار قوة بشكل معين. هذه كلها إجراءات كثير من الناس لاحظوها يمكن في الميدان، ولاحظوا اليوم تجهيز الأفراد، تجهيز القوة في البحرين يمكن اختلف عن الفترات السابقة. أيضا بالنسبة للتسليح، القوة عندها أوامرها وعندها تسليحها، أوامر اطلاق النار واضحة ولا فيها لبس حسب القانون، فيعني لله الحمد إجراءات موجودة. شكرا. آخر سؤال، عفوا تفضل. مساء الخير. أنا كنت بسأل بس عن بخصوص الشهيد الحمادي، حضرتك قلت أنه تم القبض على العرب وهو شريك في قضية اغتيال الشهيد الحمادي، صح؟ عفوا، هو مشتبه رئيسي. احنا ما هو مشتبه رئيسي، إيه؟ فهل توصلتون إلى بقية المشتبه فيهم؟ إن شاء الله بيبين في التحقيق، يعني احنا لا نريد نستبق النتائج، لكن احنا عندنا اشتباه كبير بأن المدعو علي محمد العرب هو مشتبه رئيسي في هذه القضية. بالنسبة إلى الشهيد عبد السلام اليافعي، هل تم معرفة من قام؟ أيضا هم من ضمن القوة اللي قلنا أو المجموعة اللي هاجمت السجن، وهذه كلها راح تبين في التحقيق، وراح إن شاء الله يعني يكون بالدليل إن شاء الله بإذن الله. شكرا. أشكركم مرة ثانية، مسامحة يعني أنا مضطر أني أمشي، لكن ما في مانع أني أخذ سؤالين وأنا ماشي. شكرا. مشاهدينا الكرام، نقلنا لكم وقاع المؤتمر الصحفي حول بيان وزارة الداخلية بخصوص إحباط عملية تهريب مطلوبين في قضايا إرهابية وهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل في جو، وكذلك القبض على متورطين بارتكاب أعمال إرهابية أخرى. أكد اللواء الحسن أن العملية الأمنية تمت على مستويين في البر والبحر، مشيرا إلى أن القوات الأمنية رصدت وطاردت قارب لم ينصع للأوامر، حيث بادروا بإطلاق النار على القوات الأمنية. وأكد اللواء الحسن أن العملية أسفرت عن مقتل عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية والقبض على آخرين. في عملية أمنية أخرى، تم إلقاء القبض على عدد من المتهمين في عملية استشهاد الملازم أول هشام الحمادي. وأكد اللواء الحسن أن عملية التتبع والبحث والتحري ما زالت جارية، منوها أن هناك دلائل مادية كثيرة تؤكد ارتباط المطلوبين بجهات إيرانية. وأشار اللواء الحسن إلى أن هناك معلومات سيتم الكشف عنها بعد إجراء المزيد من التحقيقات. حفظ الله البحرين ورجال أمنها، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان، ورد كيد الطامعين وكل من أراد فيها سوءا وشرا.